قالها دحمان الحراشي. فعاد خير الدين وأخيه عروج إلى الجزائر عبر عرض راقص قدمته مجموعة مؤسسة الباليه والأوبرا لإسطنبول. مقاطع تقليدية قدمها خمسة موسيقيين للحديث عن 500 عام من دخول بربروس إلى الجزائر. الزمن في العرض عقاربه مضبوطة على مقاطع موسيقية متنوعة. رافقتها لوحات كوريغرافية تعبر إما على الحروب مع القراصنة في إطار حماية بيجاية وجيجل والجزائر، أو على تقاليد الأتراك الذين استوطنوا شمال إفريقيا. لم نسمع لا بابا عروج ولا خير الدين يتكلمان فوق الخشب عن تلك الحقبة الزمنية، لكن العرض طريقة أخرى لكتابة التاريخ على الركح بلغة عالمية هي الرقص والموسيقى.